تحياتي لكم متتبعين ومتتبعات قناه مهدي الجزار. اليوم اخوتي العزاز جينا عند اخويا عبد الحق غادي يورينا كيفاش يعني الانسان يشري كبش العيد في العيد. السلام عليكم خويا عبد الحق، كي داير؟ مزيان هاني، امورك مزيان؟ تحياتي لك من قناه المهدي الجزار، ديما كتصور معنا وديما كتعطينا نصائح زويونه، تحياتي لك. جينا خويا عبد الحق لعندك اليوم باش نديو منك شي نصائح، نديو منك حنا والمتتبعين اللي غيشاهدوك حاليا. الله يجازيك بالخير. هذاك الخروف شنو عطاوك فيه بعدا؟ اول حاجه عطاوك فيه 68000 ريال، تبارك الله، عطاوه فيها خوتي 68000 ريال. الخروف راه سردي وباقي صغير زويون. شنو داير في السنه خويا عبد الحق؟ رباعي. بالنسبه للناس كيقول لكم خويا عبد الحق باش بنادم يعرف الرباعي تيكون مطلع اربعه ديال تيكون اثنين ها هو تيطلع جوج، تيكون فيه جويجان. تحياتي. تبقى الطرفانيه وتبقى الطرفانيه. تبارك الله، حاول تغوت شويه باش يتسمع الصوت ديالك. السداس كتبقى هاد الطرفانيه، كتبقى هاد الطرفانيه هادي وحده صغيره من هنا. يعني هاد الخروف دابا تنسميوه حنايا رباعي، عنده اربع سنين، ياك اخويا عبد الحق؟ هذا هو اللي كاين. والسداسي ها هو غيوري لكم خويا عبد الحق. دابا حنا الله يجازيكم بالخير تنوريوكم هذا الشيء هذا باش تبارطاجيو معنا، علاش كنجيبو لكم معلومات اللي هي صحيحه وما فيها لا غدر لا غش، وكنوريكم بمناسبه عيد الاضحى راه قرب اخوتي، كنوريو الناس كيفاش دير شري كبش العيد، يعني كما تنقولوا باش الناس منين تدخل للسوق بنادم ما يتقولب ما حتى شي حاجه. هذا هو اللي كاين خويا عبد الحق. عاوتاني غنشوفو مع هاد الخيرات ديال مولانا. تبارك الله، هذا شنو داير اخويا عبد الحق؟ هذا سداسي هاكا. تحياتي لك انتم اخوتي المتتبعين باش تعرفوا الخروف سداسي. هو راه ما كبيرش بزاف سداسي، غير هو تا هو تيكون الحمايه ديالو زويونه عاقده. الله يسهل عليك. هذا هو اللي كاين كما قلت لكم اخوتي، اليوم جينا باش نوريوكم كيفاش الناس تشري كبش العيد مع خويا عبد الحق. هذاك ما عطاوكش فيه اخويا 76000 ريال قال لي خويا عبد الحق عطاوني في هذا. تبارك الله، حاول تجروا لهنايا انتم اخوتي المتتبعين. الله يجازيكم بالخير، عاونونا باللايكات وبالبارطاج، شوفوا هذه الفيديوهات هذه مع الخوت ديالكم والحباب ديالكم، علاش كنعطيوكم شي نصائح اللي كاينه في الصامي. هذا هو اللي كاين. هذا شنو داير اخويا عبد الحق حسن؟ هذا اثنين، اللهم بارك. ها انتم اخوتي باش تعرفوا الثني كي تيكون داير، حاول تشرح للناس. نزيدوا واحد النويطه كيف قال هذاك، نزيدوا واحد النقطه باش الانسان اللي بغى يشري السر ديال الكور. اها باش تعرف ها النقطه بالسر. خويا عبد الحق قال لكم بالنسبه للناس اللي كتعرف اللي باغا تشري السر ديال الكور، شنو تيكون فيها اخويا عبد الحق؟ غير بشويه عليك. تتكون عنده نقطة في اللسان، بغينا نشوفوا ديك النقطة في اللسان. ها هي اخوتي، والله إلا بصح كاينة عنده. ها هي شتا راه خرجها تبارك الله. هذا هو باش معروف السر ديال الحقيقة. ياك اخويا عبد الحق، هذا تيقول لكم خويا عبد الحق اثنين، شفنا الرباعي، شفنا السداسي، شفنا اثنين. ها تيقول لكم خويا عبد الحق هذا راه السر ديال البور. اللهم بارك. وما عطاوكش فيها عبد الحق؟ عطاوك فيها 64000 ريال. تبارك الله، اللهم بارك. كما قلنا الاخوان شفنا الرباعي وشفنا السداسي ودابا شفنا، وهذا كما تيقول خويا عبد الحق سر دي بور. نحاول نبين لكم الخروف والوقفه ديالو كي دايره باش انتم اخوتي بالنسبه للناس اللي بغات تشري في العيد الكبير تتشاهد الاثمنه وتتشاهد الخروف وتتشاهد السلعه باش الانسان كما تنقولوا ما يتقولبش في العيد الكبير، حيت كاينين شي ناس ما تيخافوش الله. هذا هو اللي كاين اخوتي، اللهم بارك. هذاك بشحال قلتي لي الثمن ديالو عطاوك فيه؟ 64000 ريال، اللهم بارك. حنا اخوتي دابا كنوصلوا لكم واحد الميساج بالنسبه لمناسبه عيد الكبير، الناس باش تشري الخرفان وتعرف ثني من ثني، وتعرف من السداسي من السداسي، وسنا الحليب من سنا الحليب، والخروف اللي جامع من الخروف. شنو اخويا عبد الحق؟ هذا السلعة ديال تيم حضيت، هذا يعني غيكون دايز فلانو، ياك اخويا عبد الحق دايز فلانو. هذا سداسي اخوتي، كيقول لكم عبد الحق حاول تهضر باش تسمع الصوت ديالك. هذا سداسي. ها انتم اخوتي شتو سداسي. هذا مرشوب. مرشوب. هذا دايز فلانو. دايز فلانو، تبارك الله، اللهم بارك. وهذا ما عطاوكش فيه اخويا عبد الحق؟ شحال عطاوك فيه؟
4500 درهم معطيه فيه ياك. اللهم يسير 90000 ريال، 90000 ريال عطاو خويا عبد الحق. شنو بغيتي تقول زعما؟ واش الوالدين ديال لا عندهم مولاه شاري 3 مليون ونص هاد الخروف ولا السلعه ديالو؟ هذا تبارك الله تبارك الله. دابا مولاه اللي قال لك هاد الهضره هادي؟ هو اللي عاوتاني هو باعو حيت خرج باعو يبيعو، هو عنده خروفات ولاد بناته ما بقاش. تبارك الله خوتي. قال لي يا خويا عبد الحق، انا راني عارف خويا عبد الحق ما تزيدش عليا، قال لك مولاه اللي شاري منه هاد السلعه هادي مشريه ب 3 ملايين ونص. اللهم بارك. واني كيتشرى الغنم وتيتشرى الكسيبه خوتي على اساس بالنسبه للناس. السلام عليكم سيدي، اللهم بارك، الله يحفظك. بالنسبه للناس اخوتي تدي هاد الكسيبه هادي تتربيها تتاصل منها تاصل منها. اللهم بارك اخوتي. هذا راه مولاه تيعاود لخويا عبد الحق، قال له راه مشري الخروف عندي ب 3 ملايين ونص ياك اخويا عبد الحق. غير هو دابا الخروف منين تيكبر شي شويه صافي، يعني تنقولوا ما تيبقاش واكل. هذا هو اللي كاين. اللهم بارك اخوتي. راه شفنا سنا الحليب وشنا الرباعي وشفنا جوج ديال السداسيين، وغادي نحاولوا نشوفوا مع اخويا عبد الحق شي خروف ديال يكون سنا الحليب. بالنسبه للناس راه كنوريكم بمناسبه عيد الاضحى، باش الناس اخوتي تدخل للسوق وتعرف شنو كتشري وتتعرف شنو كتدي. مرحبا اخويا عبد الحق، انا معك، تحياتي لك. 4500 باش نبيعو هذا ثاني اخويا عبد الحق. شنو عطاوك فيه؟ تباع 4000 90000 ريال. اللهم بارك اخوتي. نحاول نشدو لكم، عندك يمشي يعطيني يمشي ضربه حيت شتو رجع اللور، يمشي يعطيني يمشي ضربه يهرسني. الله يستر. هذا اخوتي ثني قال لي يا خويا عبد الحق ثني، وراه تباع لمواليه، راه الرشم فيه احمر، راه مرشوم. الله يسخر لمواليه، هو راه موالي تيسكنوا حداه، يعني غيوصلوا لهم معاه. تباع ب 90000 ريال. الله يجازيكم نعم اخويا عبد الحق. غيولي له مولاه دابا، غيولي له مولاه دابا. انا غندي له دابا، غتدي له معاك تيسكن في الجهه ديالك. اللهم بارك، اللهم بارك اخوتي. ودعمونا باللايكات، الله يجازيكم، وبالبارطاج. وتحياتي لكم من قناه مهدي الجزار. وخويا عبد الحق تيقول لكم تعاونوا مع المهدي. علاش؟ كنجيبوا لهم شي حاجه ديال كما تنقولوا ديال الاستفاده. الله يجازيك، راه ماشي سهل، راه ماشي سهل. هذا هو عبد الحق. وشي كلمه للمتتبعين اخويا عبد الحق؟ تعاونوا معكم، الله يجازيك بالخير. تيقول لكم تعاونوا مع مهدي الجزار. الله يحفظك اخويا عبد الحق، وتنشكروك على النصائح ديالك. الله يجازيك بالخير. تحياتي لكم اخواني اخواتي من قناه مهدي الجزار مكناس. نحاولوا نجيبوا لكم اخوتي شي اثمنه ديال شي بركه، باش الناس اخوتي كما تنقولوا راه الناس كتدخل للسوق باش الناس تعرف شنو تشري. راه كاينين شي وحدين ما تيخافوش الله، هذا هو اللي كاين اخوتي. وتحياتي لكم جميعا من هذه القناه هذه. وكما تنقول لكم اخوتي اللي دخل يدير لنا اللايك، ما ينساناش اللايك اللايك اللايك، وديما شوفوا معنا غير الجديد ان شاء الله. الله يسخر لك اخويا العز، الله يسخر لك. اللهم بارك. هادو خريفان سرديين اخوتي، بالنسبه يقدروا يوجدوا للعيد الناس اللي كتدخل تالف، وبالنسبه حتى للخوت والحباب اللي كيجيو يشريو في عيد الاضحى. غادي نجيبوا لكم الثمن من عند خويا، يعني الثمن ديال هاد الكسيبه هذا. وانتم دعمونا بالبارطاج وباللايكات، الله يجازيكم بالخير. وكما تنقولوا تحياتي لكم من هاد القناه، قناه مهدي الجزار مكناس. خويا العزيز الله يسهل عليك، تسمح لي نسولك؟ الله يكبر. نشدك ولا لا؟ هاك خصنا نستاشرو مع الانسان باش اولا. لا خويا العزيز، شنو عطاوك في هاد الكسيبه هذه؟ عطاوك فيها 21. تبارك الله خويا العزيز، عطاو فيها 21000 ريال. وبشحال باش قطعتيها نتايا؟ 23000 ريال. تحياتي ليك، قطعها ب 23000 ريال اخوتي. شي علاش ياك اخويا الحبيب؟ اللهم بارك. وغتحاول تعطيني النمره ديالك هنا، ربما يجيب الله شي متابع اولا هادي يعيط لك منك ليها اخويا العزيز. هذا هو اللي كاين. غادي نشدو من خويا النميره، نحاول ندور لكم بالخرفان. بالنسبه للناس اللي عجباتهم هذه الكسيبه هادي، غادي نخلي النمره ديال خويا، انا غنرجع عندك اخويا عبد الحق. غادي نخلي النميره ديال خويا العزيز. نعم اخويا العزيز، غادي نشد لكم النميره ديال خويا والسميه ديالو في وسط الفيديو. حنا ما تنعرفوش اخوتي، نحطو لكم النماري ديالنا
تنجيبوا لكم الاثمنه مباشره من عند خويا الفلاح سير قدامي لي حدا غلمك باش تعطيني النمره للمتتبعين والمتتبعات. السميه ديالك اخويا العزيز موحى، تحياتي لخويا موحى، غتعطينا النمره ديالك باش ان شاء الله الا عجباتو شي واحد الكسيبه يصوني عليك اخويا ماشي عيب. عطيني النمره ديالك. 06 58 07 09 92. تحياتي لك اخويا موحى، والنمره راه حطها لكم خويا موحى في الفيديو، وغادي نشوفوا هذا المرقد ديال هاد السلعه منين، نحاولوا نجيبوا لكم المرقد ديالها. منين هذا المرقد اخويا موحى؟ خميسات. تبارك الله على الناس الخميسات ديما عندهم المليح والاصل، وتنصور معاهم ديما الله يعمرها سلعه وتيجيبوا الصفا. هادشي باش كيعجبوني اخوتي الناس ديال الخميسات، تيخدموا الحاجه الصفا والمليح والضامن، وتيقولوا لكم راه ما كاين لا كحه لا مجنون لا عرج لا حتى شي حاجه. وتنشكرك اخويا موحى، اللهم يسر، الله يجيب لها شي دار زين. تحياتي لك اخويا موحى، الله يكبر بك. خوتي المتتبعين، بالنسبه لخويا عبد الحق نسينا قبيله ما شديناش منه النمره، هو راه عنده الكسيبه، عنده السردي مدينه مكناس، غادي نحاولوا نشدوا لكم حتى هو منه النمره. بالنسبه للناس اللي قرابين من مدينه مكناس، وبالنسبه للناس اللي في مدينه مكناس عزيز عليهم المليح ديال السردي، غادي نخلي لكم النمره ديال عبد الحق مباشره معاه. عطيني النمره اخويا عبد الحق. 07 72 31 38 57 عاود النمره. 07 72 31 38 57 عند يلا واهدر واهدر دابا. حدا اسيمه في مدينه مكناس كاين السردين مليح. هو عبد الحق راه كيقول لكم كاين راس السوق في اسيمه، والنمره راني حاطها لكم اخوتي هنايا، والله يكبر بكم. وحاول تشدني اخويا انا تينا نمشي نشدك الخروف، حاول تشدني تصور يعني تصورني مزيان. بالنسبه ل كما قلنا اخوتي انا راه بغيت نبان مع اخوتي هنا في الفيديو، جينا عند خويا عبد الحق اليوم باش عرفنا شويه للمشاهدين كيفاش بنادم يشري كبش العيد يعني كما تنقولوا في عيد الاضحى ياك اخويا. هذا هو اللي كاين. وريناكم السداسي، وريناكم سنان الحليب، وريناكم الرباعي، وهذا هو جهدنا عليكم. وعاونونا بالبارطاج وباللايك اخوكم المهدي الجزار، وتحياتي لكم جميعا. السلام عليكم، صباح الخير عليكم متابعين ومتابعات قناة المهدي الجزار. معكم حاليا في السوق الأسبوعي أربعاء سوريا، متواجدين حاليا 2022 أخوتي شهر 5 في 11. جينا اليوم أخوتي إن شاء الله باش نوريكم الأثمنة اللي كتواجد في الخرفان وفي الخروفات الجزارية. يعني غادي نبداو معكم ان شاء الله، ودعمونا بالبارطاج وباللايكات الله يجازيكم بالخير. تنتمنى من المشاهدين والمشاهدات اللي يدخل اخوتي ما ينساش اللايك، الله يجازيكم بالخير وتحياتي لكم. نبداو معكم اخوتي نجيبوا لكم الاثمنه